نحن مركز التكوين المهني في الفندقة والسياحة التابعة لمكتب التكوين المهني على الشغل لوف بابيتي، أن نساهم اليوم في الذكرى 15 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي الحسن بمعية إخواننا في الجمعية المهنية المموني الحفلات بالمغرب بهذه الكعكة الجميلة جدا، والتي كانت من إنجاز الممولين وشباب الموجود هنا من شعبة الخبازة والحلويات، والذين أشكرهم على هذا الإنجاز الجميل. ونتمنى أن تكون هذه بادرة جميلة جدا في المستقبل القريب إن شاء الله. فبمناسبة هذا عيد ميلاد ديال الأمير جليل ولي العهد مولاي الحسن، ارتأت الجمعية المهنية لممولي الحفلات بالمغرب مع جميع الفروع ديالها مفتوحين في كل المدن المغربية أنها تحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوب المغاربة. فهذه الجمعية ديالنا السباقة في هذا الحفل، ففي نفس الوقت وفي نفس الساعة بدينا الحفل في جميع الفروع اللي كاينين عندنا في المدن. فدرنا منصات ديال الحفلات فيها أجواق وفيها فولكلور، فهذا الشيء درناه عربونا المحبة ووفاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. بمناسبة الذكرى مولد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن بالذكرى 15، جمعية المهنية لممول الحفلات كتحتفل بالذكرى 15 لميلاد صاحب السمو الملكي، وكما كتشوفوا معنا جميع الفرق الفلكلورية والموسيقية محتفلين بهذه الذكرى. وهذا الذكرى لان الجمعيه ديالنا اول مره كتنظم هذه التظاهره اللي هي تظاهره كبيره عندنا وعند المغاربه كاملين. وبالنسبه للجمعيه ديالنا فهي جمعيه اللي هي مهنيه بامتياز، واللي ان شاء الله عندها واحد الاهداف اللي هي اهداف اللي كتخدم صالح المهني اللي هو المهني بامتياز كما كنقولوا بامتياز. فمعنى ان المهنيين اللي معنا داخل الجمعيه مهنيين اللي هما كيتوفروا على جميع الشروط المهنيه، والحمد لله كنتمنوا اننا هذه الجمعيه تاخذ المسار ديالها وتكون دائما في القمه. مناسبه هذه واحد 3 سنين ونص باش تكونت الجمعيه المهنيه للممولين بالمغرب، هذه 3 سنين ونص وحنا كنكونوا في الاشغال ديالنا وكنديروا بزاف ديال الترتيبات، وحاليا هذه واحد 15 يوم 20 يوم بدات كتكون المكاتب الفرعيه، فتكونت في واحد العدد ديال المدن منها بني ملال، منها طنجه مثلا، مكناس، ناظور، الرباط وتماره، كاين السله، كاين بزاف ديال المدن. بما ان هي الله تخلقت هذا الفرع ديال التنسيقي ديال الرباط وتماره، وجات مع بالمناسبه جات مع المناسبه الغاليه ديال ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد، فارتئينا ان ناخذوها كبادره من الاعلان عن الجمعيه والاهداف الجمعيه، وفي نفس الوقت الاحتفال بهذه المناسبه الغاليه. جو فو سويت ان تري تري بون انيفرسير ا مولاي يوسف. تنشكروا الحفل ديال الامير ديالنا ديال مولاي الحسن، وتنقولوا سنه سعيده كل عام وانت بألف خير. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.